الحياة في تركيا في عام 2024، وهل تكاليف الحياة والمعيشة هنا غالية ولا رخيصة؟ ده اللي هنجاوب عليه خلال فيديو النهاردة. ويا مساء الفل مرة ثانية من اسطنبول. بيوصلني أسئلة كتير جدا، سواء في التعليقات اللي بتشوفوها تحت الفيديوهات هنا في اليوتيوب، او من خلال الرسائل اللي بتوصلني ايضا على انستجرام، تيك توك او الايميل. اغلب الاسئلة بيكون ليه علاقة بتكاليف الحياة والمعيشة في تركيا، الاسعار عاملة ازاي. يعني عدد كبير من المتابعين بيخطط انه يزور تركيا، يعني سواء سياحة، الاستقرار والحياة هنا، او للدراسة، يعني اسباب مختلفة. فحابب خلال فيديو النهاردة اشارك معاكم كده تكاليف الحياة هنا في تركيا في العام الحالي 2024، سواء أسعار الإيجارات، تكاليف مثلا الكهرباء، فواتير الإنترنت، الأكل، المشتريات الأسبوعية بتكون عاملة إزاي. وتتوقع سعر الوجبة اللي أمامي حاليا، وجبة غدا عاملها في البيت عادي جدا، ممكن يكون سعرها كام ليرة أو كام دولار؟ وحابب أبدأ معاكم بأسعار العقارات. الأرقام اللي هقولها خلال فيديو النهاردة يعني بناء على تجربتي الشخصية هنا كمقيم في تركيا بقالي تقريبا 4 أو 5 سنين، فالأرقام بالكامل اللي هقولها يعني دي تجربتي الشخصية أنا. لو حد عنده أي تجربة مختلفة ياريت يذكرها في التعليقات. بالنسبة لي أسعار العقارات طبعا بتختلف على حسب المدينة اللي أنت مقيم فيها. دايما اسطنبول هي أغلى المدن في تركيا. أنا جربت الإقامة في إزمير وفي اسطنبول. إزمير أرخص نسبيا، لكن ممكن بنسبة 10% أو 20%. في الوقت الحالي يعني في العام الحالي 2024، أنا مأجر استوديو هنا في اسطنبول في منطقة اسمها كوتشوك جاك ميجي، منطقة موجودة في الجانب الأوروبي من اسطنبول، منطقة سكنية عادية مش منطقة سياحية. الإيجار الشهري في الوقت الحالي تقريبا 9000 ليرة، يعني بالدولار 300 دولار شهريا. واعتقد اللي متابعني على اليوتيوب اكيد عارف الموقع اللي انا هستخدمه حالا، اسمه صاحب اندن. ده واحد من اشهر المواقع للبحث عن العقارات واسعار العقارات في تركيا. الموقع متاح باللغة الانجليزية، هتلاقوه موجود هنا في اسفل الموقع اللغة، حابب تستخدمه باللغة التركية او الانجليزية. فخليني اعمل تجربة كده ونشوف مثلا اسعار العقارات او اسعار ايجار الشقق في احد المناطق السكنية. نختار الاول الايجار في مدينة اسطنبول. على سبيل المثال مثلا منطقة زي افجلار، منطقة سكنية، نختار هنا مثلا شقة غرفتين وصالة ونعمل بحث. هتلاقوا هنا يعني اعلانات كتير جدا موجودة، في حاجات مثلا ب 12000 ب 18000 ليرة، ده الايجار الشهري، 22 15. خلينا مثلا نشوف الاعلان ده، هنا الايجار الشهري 15500 ليرة، غرفتين وصالة، المساحة 90 متر مربع. فلو حد مهتم يعني هتلاقي هنا على موقع صاحب اندن جميع الاعلانات الخاصة بإيجارات الشقق، لان طبعا الاسعار بتختلف او بتتوقف على عوامل كتير جدا. فلو حد مهتم امامكم الموقع تقدروا تستخدموه. فانا كشخص عايش لوحدي الاستوديو بيكون مناسب بالنسبة لي، لكن لو هتبحث عن شقة مثلا اوضتين وصالة، تلات اوض وصالة، اكيد اسعار العقارات بتكون اعلى. يعني ممكن اقول لك كمتوسط لشقة اوضتين وصالة او تلات اوض وصالة في منطقة سكنية عادية في اسطنبول، على الاقل هتحتاج 15000 ليرة كايجار شهري، يعني في حدود 500 دولار شهريا. ودلوقتي تعالوا كده نشوف متوسط فواتير الكهرباء الانترنت هنا في اسطنبول او في تركيا بشكل عام بتكون قد ايه. حابب ايضا خلال فيديو النهاردة يعني تاخدوا معايا فكرة كده عن متوسط الفواتير الشهرية هنا في اسطنبول او في تركيا بشكل عام. الكهرباء تعتبر من الحاجات الغالية هنا في تركيا،
لكن انا كشخص يعني عايش في بيت صغير او استوديو وبحاول قدر الامكان كمان اخد بالي من استهلاك الكهرباء. الفاتوره شهريا بتيجي في حدود 250 او 300 ليره في الشهر الواحد، يعني تقريبا 10 دولار. اكيد لو حد يعني عايش مع عيله او اكتر من فرد في نفس البيت اكيد بتكون الاستهلاك اعلى من كده. الانترنت بدفع ايضا في حدود 250 ليره في الشهر الواحد للواي فاي يعني في البيت. بالنسبة لي الباكت التليفون او الموبايل اللي معايا على ما اتذكر اخر حاجة كانت الباقة في حدود 300 ليرة في الشهر، بيكون فيها طبعا عدد كبير من الدقائق المكالمات يعني بالاضافة الى الانترنت. بخلاف ذلك يعني المية في تركيا رخيصة. انا السكن اللي انا موجود فيه فاتورة المية يعني بتيجي على المجمع السكني بالكامل، فمش هقدر اقولك بالظبط فاتورة المية كام ليرة او كام دولار. فالفواتير يعني لو هتقدر تقتصد او توفر من استهلاكك اليومي مش هتكون مبلغ كبير يعني في الشهر الواحد. بالنسبة لأسعار الأكل هنا في تركيا طبعا بتختلف على حسب نظامك اليومي وحياتك عاملة ازاي، مستوى الأماكن أو المطاعم اللي بتاكل فيها. أنا شخصيا يعني أغلب الوقت باكل في البيت، ممكن خلال فقط الويك اند يعني يوم السبت والحد العطلة الأسبوعية هنا في تركيا، لما بخرج بقى أقابل أصحابي أو كده فبروح ناكل في مطاعم. هحاول خلال الفيديو النهاردة إن شاء الله يعني أعرض لكم جانب كده من أسعار المطاعم في الوقت الحالي، وهروح كمان السوبر ماركت تشوفوا معايا الأسعار عاملة إزاي حاليا. أنا رايح حاليا السوبر ماركت، فخليني أستغل الإعلانات اللي هم عاملينها وتشوفوا معايا متوسط الأسعار. مثلا كيلو اللحم المفروم 290 ليرة موجود هناك. خلينا كده نركز على الحاجات المهمة. الجبنة مثلا الكيلو في حدود 270 ليرة. القهوة 32.95، قهوة محمد أفندي. فين الكيلو السكر مثلا ب25 ليرة. فده رينج يعني الأسعار في الوقت الحالي هنا في تركيا. وخليني كده أشوف ممكن أتغدى إيه النهاردة. في كده نوع مكرونة بحب أشتريه من هنا، ده سوبر ماركت اسمه ميجروس، ليه فروع يعني هتلاقوه موجود في كل المدن في تركيا في كل المناطق السكنية. عامة خليني اشتري مكرونة. المكرونة في حدود تقريبا 20 ليرة او 18 وحاجة. شوفوا هنا بيكون في حاجات زي كده انواع مختلفة من الكفتة بتكون جاهزة على الاكل. غالبا هشتري دي اسمها تيفر، ده كفتة 320 جرام بكام؟ بمية ليرة. خلينا نشتري دي. وخليني ايضا اشتري كده بطاطسين ثلاثة، كيلو البطاطس ب20 ليرة. وبسم الله الرحمن الرحيم، خليني كده وانا بجهز وجبة الغداء احسب معاكم تكلفة الوجبة دي هتكون كام ليرة وبعد كده اقول لكم كام دولار. زي ما شفتوا يعني في السوبر ماركت الطبق ده ب100 ليرة، لكن هستخدم مثلا ممكن نصه، هما كام واحدة 12، ممكن هستخدم النهاردة نصهم فقط، هستخدم 6 صوابع كفتة. طبعا الميزة ان النوع ده من الحاجات يعني في السوبر ماركت بتكون جاهزة على تقريبا يعني شبه جاهزة على الاكل، تحتاج بس تسخنها 5 دقايق كده او 10 دقايق.
وبعد عمليات حسابية معقدة، يعني تقريبا تكلفة الوجبة اللي أمامي حاليا، وجبة غدا أو عشاء يعني عاملها في البيت بشكل طبيعي، تقريبا 75 ليرة تركية، يعني 2.5 دولار. شوفوا مثلا هنا في مطعم اسمه أوستا دونيرجي، من المطاعم المشهورة بالدونات الشاورما يعني في تركيا. أسعار الوجبات زي ما انتم شايفين، في 150 متوسط تقريبا، في حاجات ب 140، فالأسعار نوعا ما تعتبر مقبولة في الأماكن اللي هي بتعمل الفاست فود، الأكل السريع. أمامي حاليا مطعم اسمه بهلوان، من المطاعم اللي بتعمل أصناف مختلفة من الأكل البيتي. خليني أيضا أنقل لكم متوسط الأسعار في النوع ده من المطاعم. زي ما انتم شايفين يعني أنواع مختلفة من الدجاج. الناس لطيفة جدا النهاردة ما شاء الله. أنواع مختلفة من الدجاج، لحوم، الأكلات البيتي، الخضروات وكده. الأسعار لو تشوفوا يعني متوسط الطبق في حدود 150 ليرة، على حسب طبعا الحاجة اللي انت تطلبها. فلو هتاكل وجبة كاملة أو وجبة متكاملة في النوع ده من الأماكن أو المطاعم، ممكن مثلا في حدود 300-400 ليرة يعني على الأقل. واستكمالا لنقطة المطاعم، خليني حاليا أصور لكم كده المينيو الخاصة بمطعم هنا اسمه كباب دنيا سي، نشوف آخر الأسعار. لو تشوفوا مثلا وجبة الإسجارة كفتة، اللي هي الكفتة المشوية، 395 ليرة. فده بالنسبة لي مثلا وجبة زي وجبة الكفتة المشوية. الشيش طاووق مثلا 420 ليرة، فالمتوسط تقريبا 400-500 ليرة للمشاوي، بخلاف بقى السلطات والحاجات دي. فأعتقد وجبة كاملة هنا ممكن تدخل لها في حدود 700 ليرة مع الشوربة مشروب والحاجات دي. فبشكل عام يعني في ارتفاع بشكل ملحوظ في الأسعار خلال العام الحالي 2024. وهنا هتكون نهاية فيديو النهاردة. أنا حاولت كده بشكل سريع أشارك معاكم متوسط تكاليف الحياة هنا في تركيا في العام الحالي 2024. آخر نقطة لازم أذكرها أو أشاركها معاكم، إن متوسط أو الحد الأدنى للأجور والرواتب في تركيا في 2024 17,000 ليرة، يعني تقريبا 550 دولار شهريا. الرواتب على أرض الواقع بالنسبة لي مثلا الناس اللي هي ممكن شغالة في شركات أو المدرسين المحاسبين هنا في تركيا، الراتب بيوصل لي 30,000 ليرة ويمكن أكتر كمان. فبحيث يعني هو الموضوع كله في الأول وفي الآخر نسبة وتناسب بين الراتب أو الدخل وتكاليف المعيشة. أتمنى تكتبوا رأيكم في التعليقات، هل الأسعار اللي أنا قلتها خلال الفيديو، هل كده الحياة في تركيا غالية ولا رخيصة؟